بيراميدز 68 نقطة من 27 مباراة، النادي الأهلي في المركز الثاني 57 نقطة من 23 مباراة، فقط أربع مباريات فارق. أعتقد إن دي أرقام ما حد يشوف هذه الأرقام يعرف إن زي ما أنت قلت إن الضغط بيمثل أو ضد نادي بيراميدز أكتر من النادي الأهلي. طبعًا طبعًا يا كابتن، يعني هو قبل كده الأهلي ما كانش بيلعب في الدوري، فكان حوالي أكتر من 17 ماتش الأهلي ما لعبهمش، وبيراميدز عمال يكسب، ده طبيعي. بس النادي الأهلي بيكسب كمان. كمان اللي عاجبني في النادي الأهلي فرق 11 نقطة، فلما يبقى النادي الأهلي كمان بيشتغل بهدوء، يعني مش بهدوء، ماتش بماتشه، كل تشكيل كل ماتش ليه تشكيل، كل ماتش ليه اسلوب معين، كل ثلاث نقط تلاقي اللعيبه عندها تدافع الماتش اللي بعديه، بدليل هم كسبوا 12 ماتش على التوالي. كابتن اسلام، النادي الاهلي اخر 12 ماتش النادي الاهلي كسبانه، زي بيراميدز كسبان حوالي 13 14، ولسه في عند النادي الاهلي اربع ماتشات فرق. فالدوافع بتاعت النادي الاهلي انا بقول لك كابتن اسلام ومتاكد لا اكبر من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز دلوقتي محطوط تحت ضغط، يعني انا واثق مليون في الميه نادي بيراميدز هينزل ماتش يوم الجمعه لا متوتر، في توتر، في اول مره اتحطوا في موقف زي ده، اول مره ينافسوا على دوري مع النادي الاهلي. طول الوقت كان بينافسوا هو والنادي الاهلي، ومش فرق بنقط، فرق بنقط، فرق السنه دي الفرق مع النادي الاهلي هو خلاص اللي هياخد الدوري للاهلي لبيراميدز. فتلاقيه طول الوقت تحت ستريس، طول الوقت باصص النادي الاهلي. النادي الاهلي مش باصص لحد، النادي الاهلي باصص لنفسه، باصص لماتشاته، بيركز على كل ماتش، ماتش بيراميدز ان شاء الله يكسبه، الماتشات اللي بعديها بياخد ماتش بماتشه. فانا شايف ان اللعيبه تبقى مركزه، بعكس نادي بيراميدز هتلاقي دلوقتي في توتر وفي عصبيه، حتى طريقه اللعب بتاعتهم قدام النادي الاهلي هتتغير تماما، عشان هو برده خايف يخسر، وهو حاطط في دماغه لو ما خسرش يعني لو ما كسبش ما يخسرش يا كابتن اسلام. فهتلاقيه مركز قوي على مفتاح لعب النادي الاهلي، ومركز في كل الماتشات ال 90 دقيقه بتاعت النادي الاهلي يا كابتن اسلام. اهم ما يميز بيراميدز يا عمرو، نادي بيراميدز عنده سكواد هايل، عنده مصطفى فتحي عامل موسم هايل جدا، عنده شيبي من افضل اللاعبين في الدوري، في الدوري وعامل اسيستات وعامل، عنده حلول، عنده حلول هايل برضو، شيبي عامل برضو موسم هايل، في اكتر من لعيب عاملين ماتشات هايله السنه دي. بس دول اكتر اتنين بالنسبه لي كابتن اسلام اللي اللعيبه بتفرج على ماتشات الدوري كلها. فاستون مايلي مثلا هايل بيجيب جوان، بس طيب. عنده اكشن انا ماشي، بس تمام كابتن، بس ما بيديلكش المستوى اللي هو كل ماتش عنده 8. انا بتفرج على ماتشات كلها كابتن اسلام، لعيبه بيراميدز لعيبه كل على بعضها لعيبه هايله، بس انا بتكلم على اللعيب اللي بيديك كل ماتش 8 و9 من 10، مصطفى فتحي بيديك الشيبي. تلاقي لو جيت بصيت على 80% من جوان بيراميدز هتلاقي الشيبي هو اللي عاملها، او مصطفى فتحي جايبها او عامل اسيستات. بصراحه الاثنين دول الاثنين دول بصراحه عاملين موسم استثنائي بالنسبه للبيراميدز، وعاملين حاله كل لعيبه لعيبه مميزه، بس مش بنفس الاداء. ممكن واحد يديلك ماتش 7 من 10، الثاني يديك ماتش 5 من 10، مش بنفس الاداء اللي هو يديلك. هم دول الاثنين الابرز من الابرز جدا جدا بالنسبه للبيراميدز. طيب هل ده يتم مقابلته من النادي الاهلي بان انا العب، يعني مثلا لو كريم فؤاد خلال الفتره الاخيره هو اللي بيلعب في المركز الشمال، يطلع يضغط من قدام ولا يستنى ورا؟ ما هو ألعب عليهم ضغط هجوميا ولا استنى في مثل، لان انا عندي مصطفى فتحي الجبهه دي تحديدا، يعني مصطفى والشيبي. بص يا كابتن اسلام، يعني كريم فؤاد الفتره اللي فاتت عامل بصراحه ماتشات هايله دفاعيا، عشان هو بيلعب ناحيه شمال، هو اصلا مش اشول، بس عاملها دفاعيا بصراحه على اعلى مستوى، واللي قدام هو اللي بيشتغل، كان حسين الشحات، كان احمد عبد القادر، كان طاهر محمد طاهر، اللعيبه دي كلها هو دايما بيبقى مكمل معاهم. انا شايف ان كريم دفاعيا مميز قوي، فلازم ياخد باله من مصطفى فتحي. مصطفى فتحي بيعمل اكثر من لعبه في 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 في, في الماتشات. مصطفى لعبه لجوه بس هو ساعات بيلعب لبره، وساعات بيعمل حاجات بالخارجي والحاجات دي كلها. اكيد اكيد مليون في الميه كريم فؤاد اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه، وهم كانوا مع بعض في المنتخب الفتره اللي فاتت في منتخب مصر، فاكيد عارف مصطفى فتحي بيعمل ايه، والحاجات اللي هي المميزه عنده، والحاجات ما بيخش لجوه بيعمل ايه، ويخرج لبره بيعمل ايه. اكيد مصطفى كريم فؤاد مر عليه اكتر من لعيب زي مصطفى فتحي، وفي افريقيا ماتشات صعبه جدا، فانا مش قلقان من الموضوع ده. بس التشكيل بتاع النادي الاهلي يا كابتن اسلام، والشيبي برضو لعيب مميز، بس انت ممكن يا كابتن اسلام حسين الشحات لو لعب، لا الشيبي حسين الشحات هيبقى لعيب مميز، عنده 1 ضد 1 جامد جدا الفتره اللي فاتت، لما بينزل او بيلعب اساسي الماتش فات، خد قبل اللي فات خد مان اوف ذا ماتش، الماتش اللي فات لما نزل عمل فرق بين الشوطين. انا شايف ان حسين الشحات الفتره دي فايق، لو لعب على الشيبي لا هيروح 1 ضد 1، مش هيخلي الشيبي حتى يطلع يعمل كورسات كتير، بدليل حسين الشحات بيدافع كويس جدا وبيهاجم كويس جدا، فهيوقف الشيبي. الجبهه دي هتقف ان شاء الله مع كريم فؤاد وحسين الشحات باذن الله.